عايز اقول لجماهير نادي الاهلي المصري، خدوا بالكم خدوا بالكم يا الاهلي المصري، خدوا بالكم الزعيم العيناوي جاي لكم. وده الوضع امسمه خروس والنبي لا علي الحرام ديني علي حرام دي وديني ومعبود حنفوز وان شاء الله داخل المستطيل الاخضر. مفيش يا ام ارحميني، مفيش خالص، مفيش اخواتي مفيش. يا ويلكو يا المصري، بنحبوكو جدا وبنحترمكو جدا وانا دايما عندوكو في مصر جدا، ولكن داخل المستطيل الاخضر مفيش يا ام ارحميني، مفيش خالص، مفيش اخواتي مفيش في داخل المستطيل الاخضر 90 دقيقة. جماهير نادي الاهلي المصري، جايكم زعيم اسيا، جايكم معذب اسيا وكبرها، نادي العين اللي له صولات وجولات، جايكم واتقوا شر الحليم اذا غضب. الاهلي والعين في مصر صدق والله، يعني 80 مليون بيحضر، هناخدها من ارضكم. بعرف لعيبه العين، اعرف عيالنا، انا منهم فيهم، اعرف عيالنا، شفت ضد الهلال في الرياض ايش سووه، والله يا انهم لعبوا في الهلال، لعب العين ضد الهلال، والله يا ان لعب في الهلال، لعب في الرياض، ان لعب مباراه احسن من اللي كانت هنا في العين. لعيبتنا نعرفهم، عبله ويديله، حبوكم يا مصريين، I love you.